Deutsch Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من عربي ألماني، معكم عامر. وأخيرا بعد طول غياب بلشنا مرة تانية نسجل حلقات، واليوم حلقتي ما لها مباشرة من ألمانيا، أو مع الضيف تبعي ما له من ألمانيا وإنما من بلد تاني، هو اللي حيعرف عن حاله شوي تانية. ولكن في عندي مقدمة أنا حابب أحكيها عن الضيف، واللي هي بالكويت ولدت ولكن بعمر الطفولة رجعت على بلدها الأم سوريا وكبرت هنيك ودرست الكيمياء. يعني ضيفتنا عبقرية، إنسانة جامعية وبنفس الوقت من أيام سوريا تحب تشتغل، وبسبب ظروف ما كان حدا بيتوقعها شافت حالها فجأة مدير لروضة أطفال. بعد ما بدأت الأحداث بسوريا حاولت تأسس حياة جديدة بتركيا، ولكن الظروف اضطرتها أن تلحق زوجها على النمسا كرمال يأسسوا هنيك حياة أفضل، ولكن بدون أي خطة واضحة المعالم. بعد وصولها على النمسا سكنت بضيعة سميتها أنا ضيعة 28 شخص، يعني هي وزوجها صاروا كلياتهم بقلب الضيعة 30. ولكن هذا الشيء ما خلاها تيأس أو تضل عم تستنى لحتى حدا يقدر يساعدها، وإنما هي بذاتها طلعت بفكرة عجيبة غريبة ولكنها رائعة جدا، وهي عمل فن بالورق. نور، أو مثل ما بتحبي الناس تندهلك، نوارة، أهلا وسهلا فيكي بعربي ألماني. شكرا كتير لك عامر. أول شيء حابة أشكرك على الاستضافة، وحابة أشكرك على فكرة البرنامج، إنك عن جد عم تسلط الضوء يعني بس هيك على الجانب الحلو من حياتنا نحن كأشخاص مهاجرين لاجئين مقيمين بالغربة، يعني نوعا ما حدا عم يسلط الضوء علينا بصراحة. يعني هذا الشيء من كل دواعي سروري، وأنا بفتخر يعني بصراحة بكم العالم اللي عم تعمل من ولا شيء أشياء كتير كتير حلوة، أشياء بتسر الناس، أشياء بتلهم الناس، أشياء بتقدر تخلي الناس تفكر دائما أنه ما في شيء مستحيل. أكيد أنت قلت جملة كتير حلوة بالمقدمة، أنه واحد بيعمل من لا شيء شيء وبنفس الوقت هو اللي بيطلع حاله، يعني هو اللي بينقذ نفسه. كتير صعب أنك تكون قاعد بالغربة وناطر مساعدة حدا أو حدا يتحنن عليك أو حدا يعني يمدلك إيده. لو بصراحة أوروبا بشكل عام يعني حاولت تساعد السوريين، ما فينا ننكر هذا الشيء، بس كجانب مادي لحتى توقف على إجريك وتأسس حالك، بس هذا الجانب اللي جوه المعنوي هذا اللي نحن اللي ما قدرنا نطالع حالنا منه غير نحن، يعني نحن بذاتنا اللي لازم نطالع حالنا من هذا الشيء. 100% 100%. ونحن قبل ما نبلش هلأ بالقصة من نصة، خلينا نبلش من أولها. نوارة، تخيلي معي أنت هلأ بحفل وبيجي لعندك شخص وحاول يتعرف عليكي ويقول لك مين انت، كيف بتعرفي عن حالك على الصعيد الشخصي، على الصعيد العملي وعلى الصعيد الاجتماعي؟ مين هي نوارة؟ هلا نوارة، انا اسمي نور وسام سيجري، خريجة كيمياء تطبيقية جامعة حلب، مدربة يوسي ماس، معلمة رياض اطفال. عندي هواية كانت كتير صغيرة والحمد لله بفضل الله يعني صارت وفضل توفيق من رب العالمين قدرت تطورها وصارت بزنس صغير بالنسبة لي حاليا، هو فن لف الورق الكولينج. حاليا الحمد لله بشحن لبريطانيا، أمريكا، إيرلندا، أستراليا، كل دول الاتحاد الأوروبي والإمارات، السعودية، الحمد لله رب العالمين. فهي هي نور باختصار. يعني هلأ أنت عطيتيني صفاتك اللي اشتغلتي فيهم من خريجة كيمياء تطبيقية لمديرة بروضة أطفال. طيب من وين بلشت القصة؟ وين عاشت؟ وين عاشت طفولتها؟ كيف؟ وهالشغلات هي كلها تفضل احكي. احكي لك الحتوتة من أولها. هلأ أنا من مواليد الكويت، عاشت طفولتي كلها تقريبا هناك، رجعت على سوريا عمري 12 سنة. أهلي فتحوا بسوريا مشروع العمر اللي كانوا هنا بيحلموا فيه، هو رياض أطفال. بابا خريج أدب عربي، كان مدرس مواجهة لغة عربية بالكويت، ماما خريجة فنون وكمان كانت تشتغل بالكويت بمعارض ومدرسة كمان، يعني فيك تقول أنا من عائلة هيك جمعت بين الأدب والفن اثنيناتهم مع بعض الحمد لله. بالنسبة لي كانت الصعوبة اللي واجهتني هي لما رجعنا على سوريا وبابا حب يستقر فيها، هي المدارس
ومناهج التعليم، طريقة التدريس، المدرسات بحد ذاتهم، كل شيء كان بالنسبة لي جديد وصعب علي. بس بفضل الله ولأنه أهلي وقفوا كثير جنبي ودعموني لحد ما تأقلمت، ومو بس تأقلمت، تسوقت يعني الحمد لله رب العالمين بكل المراحل الدراسية. دخلت على كلية العلوم الطبيعية، بس درست كيمياء تطبيقية. مراحل دراستي الحمد لله كانت كتير سلسة، يعني ما عصلجت بولا سنة الحمد لله رب العالمين بفضل الله. توظفت مباشرة بعد ما تخرجت، صح أنا خرجت 2011، خرجت دفعة 2011 كيمياء تطبيقية جامعة حلب. توظفت مباشرة بعد ما تخرجت بأكبر الشركات الدوائية هي ألفا. لإلي إنه حلم إني أتوظف بهالسرعة هي. تعرف أنت ببداية مسيرة أي طالب أول ما بيتخرج بيصير الهم الكبير بعد التخرج هي إنك تتوظف أو تلاقي شيء بيلبي فرحتك، يعني بعد ما تكون أنت درست هاي السنين كلياتها. طيب نوارا، عندي بس سؤال صغير، أنا حابب أرجع بالزمن لورا شوي كمان، بما أنه إحنا وقت عملنا المكالمة اللي تعرفنا فيها على بعض وقلت لي أنه أنت ولدتي بالكويت ومن بعدها طلعتي بعمر صغير كتير، يعني بعمر تقريبا 10 أو 11 سنة رجعتي على سوريا. فهي كانت بتخيل أنا المرحلة الأولى لألك أنه تنتقلي من مكان بعادات وتقاليد لمكان تاني بعادات وتقاليد تانية. كيف نوارة اللي بهذا العمر كيف استقبلت هذا التغير؟ قدرت تتغير مع هذا الشيء كمان بسرعة وقدرت كمان تتناسق مع هذا الشيء، ولا كيف كان هذا الشيء بالنسبة لك؟ هلا بالنسبة لي أنا صح كنت مقيمة بالكويت، بس كنا ننزل الزيارات على سوريا بفترة الصيف، فما كان الجو بالنسبة لي غريب علي، بالعكس يعني كان حتى الفترة اللي ننزل فيها أنه نقضيها مثلا زيارات أهل، عائلات، رحلات، فبالعكس أنا أيضا صورة كتير حلوة عن سوريا. وأنا لما نزلنا مستقر أنه إيه أنا حب فكرة الاستقرار لأنه أنا هذا الجو بالنسبة لي مريح. بس الواقع اللي صدمني هو بس في مرحلة الدراسية الأولى، يعني أول ما دخلت على المدرسة هون الصعوبة اللي أنا واجهتها. بس بشكل عام يعني أنه مثلا كانتقالي على جو جديد، أو حتى كنت بحكي بلكنة خليجية شوي، كان لساني لسه أخذ شوي على لهجة الكويتية، وما هيك كانوا رفقاتي أحيانا يفقسوا علي، بس يعني كنت عادي ما أتضايق من هذا الموضوع. بالعكس أغضب من وجهة نظر تانية وأقول أفكر حالي أنه أنا معي لغة تانية، يعني هنا ما بيعرفوها وأقعد ترجم لهم كم كلمة وعلمهم كم كلمة. فبالنسبة لي يعني موضوع مثلا تكوين صداقات العائلة الحمد لله كانت كتير أنه جو مريح بالنسبة لي. الصعوبة الوحيدة اللي واجهتها هي مثل ما قلت لك عامر، المدرسة كانت بحد ذاتها يعني بكل تفاصيلها، قلت لك مناهج، مدرسين، أساليب تدريس، العقوبات اللي كانوا يعطونا إياها بالمدرسة، يعني كانت بحد ذاتها عذاب نفسي بالنسبة لي. هاي كل كتاب تاريخ جغرافيا قومية هدول أنا بالنسبة لي ما كان عندي هذا الشيء، كان عندي كتاب كتير رقيق اسمه اجتماعيات، بيجمع كل هذا الشيء بطريقة كتير مبسطة ولطيفة. حتى مثلا كنت أكتب وظائفي بالمدرسة قبل ما أنصرف على البيت، بالنسبة لي فترة الرجعة على البيت هي فترة راحة. بالنسبة لسوريا كانت بالعكس تماما، أنا فترة الرجعة على البيت هون بتبلش بقى الشغل، انه مجرد ما جات على البيت وحطيت شنطتك فلازم تبلش بقى تكتب وظائفك وتدرس وتحفظ وتحضر لتاني يوم لتقدر. فهذا كان كتير كتير بالنسبة لي مختلف، يعني كانت هاي النقلة الصعبة بالنسبة لي. بس مع هيك اهلي كانوا كتير حاولوا يتواصلوا مع مدرساتي يفهمون شو هي الحالة، انه نحن منتقلين مو من مدينه لمدينه، انا منتقله من دوله لدوله، فانه هذا الشيء كثير كان صعب علي بالبدايه. وفي انفاس كثير تعاونوا وتفهموا هذا الشيء، في انفاس فعلا يعني حسوا بهذا الشعور اللي انا فيه، وفي انفاس لا. بعدين هي قصه تعرف الصف وهذا ابن المعلمه، فهذول كانوا كمان قصص جديده علي انا ما بعرفهم. يعني فيك تقول هيك في شويه احباطات، بس الحمد لله رب العالمين انه قدرت اتجاوزها. تمام. في نقطه كانت نقطة كتير محورية بحياة نوارة، بعد ما نوارة قدرت تحقق حلمها تدرس الكيمياء التطبيقية، ومثل ما أنت قلتي كمان أنه قدرتي حتى تحققي حلمك بالشغل وقدرتي تشتغلي بالشركة يلي كنتي تحلمي تشتغلي فيها، وهي من أكبر الشركات الدوائية بسوريا كانت بهداك الوقت. صار شيء
غير كل مجرى حياتك. ممكن أي والله فعلا بال 2012 فجأة الله يخليكم أهليكم وأحبابكم يا رب توفى بابا. بهاي المرحلة كان وفاته هي فجأة بدون أي مرض بدون أي أعراض بدون أي شيء، فكانت صدمة كتير كبيرة لنا. وهون بنتقل أنا من مرحلة البنت الدلولة لمرحلة البنت المسؤولة، لأنه أمي ضلت لحالها وأخواتي صغار، أنا البنت الأكبر، فهون أنا ببلش كمان معاناة جديدة بالنسبة لي، غير أنه أنا فقدت شخص. المعاناة الثانية بتبدأ هون معي لما بتقرر وزارة التعليم الخاص أنه تسحب رخصة الرضاعة بناء على وفاة صاحبها للأسف. فالموضوع مو بس تتعلق بأنه نحن نفقدنا شخص، الموضوع بيتعلق كمان أنه نحن رح نفقد مصدر رزقنا الوحيد، أو اللي هو مو بس فيك تقول عنه مصدر رزق، هو حلمنا اللي نحن من زمان عم نأسس ونشتغل بالغربة كرمال نأسس هذا المشروع. فبحاول أروح على الوزارة لعل وعسى أقدر أنقل الرخصة على شهادة جامعية بحيث ما يتوقف هذا المصدر. بعد كتير محاولات بقرر مدير التعليم الخاص يساعدني، بس بشرط علي شرط انه تكون شهادتي هي شهادة دبلوم ملثم. هيك كانت القرارات بوقتها لانه بابا كانت شهادته دبلوم ملثم. بناء على هذا الشيء سجلت دبلوم تأهيل تربوي بكلية التربية بحلب، وانا خبرتي كانت جدا ضعيفة بمجال التربية، يعني انا شغلي كان ودراستي كلها يعطي مخابر مواد ادوات، يعني كلها جامدة فيك تقول. ما بعرف شيء عن أساليب التربية، ما بعرف شو يعني إنك تتعامل مع طفل، ما عندي خلفية عن الموضوع. أنا صح أهلي رياض أطفال، بس أنا ما بعمري دخلت حضرت حصة مثلا. بناء أن خبرتي ضعيفة في مجال التربية رحت طوعت بجمعية بس لحتى أكسر شوي هذا الحاجز، واشتغلت مع الأطفال. هون حسيت بمتعة تانية رهيبة تماما تختلف عن كل متعة المخابر اللي أنا عشتها بحياتي. مع العلم انه اهلي كانوا يعني دوما ينقوا علي انه يحاولوا يقنعوني انه لازم اشتغل معهم، او بالنهاية بعد عمران طويل يعني بالاخاء بالنهاية اللي لازم يشيل الشغل هو انتم، يعني هذا رزقنا بالاخير. فكنت ارفض وما كنت متقبل هاي الفكرة، هذا اني انه انا ما بتمتع بهاي المهارات، يعني هاي الاساليب التربوية. بس سبحان رب العالمين، يعني رب العالمين له حكمة بكل شيء بيصير معنا بحياتنا، بكل تفصيل، بكل يوم، بكل شيء. يعني ممكن بيوم وليلة تنقلب كل موازين حياتك، تدخل بمجالات ما كنت تتوقعها، تخسر أشخاص يعني ما بتتخيل إنه كنت تخسرهم بهذا الوقت. فممكن تتعرف كمان على أشخاص ما كنت تتخيل إنك تعرف عليهم. الدنيا تسوقك وتسكن ببلدان ما كنت بتحلم إنك تسكن فيها. تتعلم لغة ما كنت بتفكر إنه ممكن كنت تتعلمها لو كنت عن جد إنه مثلاً بسوريا. فهي حكمة إلهية أكيد بكل تفاصيل حياتنا. بهاي الفترة أنا كنت داوم على شغلي، كنت أحضر دورات حصص عملي، كنت تخصص وقت للأطفال بالجمعية، وكنت أهتم بأهلي. ففيك تقول كنت عم بشتغل مو بس فول تايم، فولين تايم. كان وقتي يعني مو مليان، يعني كان وقتي عن جد ما كنت لاقي وقتي لإلي، يعني كان وقتي كله موزع. لل 2013 خسرت شغلي بحكم الظروف اللي صارت بالبلد للأسف، وتزوجت وانتقلت على الإمارات. هلا بالإمارات برحلة البحث عن العمل من أول وجديد واجهت صعوبة كتير كبيرة إني أرجع أشتغل بمجالي أنا بالكيمياء، لأنه الكفاءات اللي موجودة هناك والخبرات اللي موجودة كنت أنا نقطة ضعف. فبالنسبة لإلي كان مو وارد أبداً إني أشتغل بهذا المجال. هون قررت أتجه لمجال رياض الأطفال، يلي صارت بالنسبة لإلي مو بس بلان بي، هي الورقة الرابحة اللي أنا كنت أتأسف منه وكنت أقول لهم لأهلي لا ما بدي. بس شاءت الظروف إنه يتوفى بابا، انتقل لكلية التربية ويصير عندي شوي هي خبرة، أكسر الحاجز عن طريق الجمعية مع الأطفال، وتصير بالنسبة لي هذا كارت رابح، يعني ممكن تصير مهنة تانية بالنسبة لي. اشتغلت معلمة رياض أطفال بمدينة دبي، مديرتي كانت جدا لطيفة معي، دعمتني كتير الله يجزيها الخير. بعد سنة فقت شوي أوضاعنا، تعسرت شوي بعض الأمور علينا، وقررنا هون أنا وزوجي نهاجر على أوروبا. طبعا أنا سافرت على تركيا، بقيت وحدي هونيك بمرسين، وزوجي طلع تهريب على النمسا. هلا هون كانت ايام مو بس صعبه، كانت ايام عصيبه فيك تقول، يعني كل ما بحاول اني بلش من الصفر
وابني درجتين ثلاثة، برجع من أول وجديد على بلد جديد وبرجع للصفر. طيب هذا الشيء، هذا الشيء اللي أنت عم تفضلي فيه وتحكي، يعني قديش نوارة فاتت بأشياء هي أساسا ما كانت مستعدة لها، يعني يعني هذا الـ هذا الأوباغاشونز إفكت، هاي الـ هاي الـ يعني هذا الـ هذا الـ الشيء اللي خلاكي أنت تفوتي بأشياء أنت أساسا ما كنتي حاسبتي لحساب، وعنصر المفاجأة اللي عم يجي عليكي بدون ما أنت أساسا تكوني محضرة حالك عليه، وأنت بنفس الوقت بالرغم أنه أبوك توفى، وبالعادة الناس وقت يتوفى شخص بيعدوا بيحزنوا عليه، أنت ما كان عندك أساسا الوقت أنك تحزني عليه لأبوك، وإنما لازم كنتي أنت توقفي، كان كان لازم حدا يوقف ويسند العيلة ويحمي العيلة ويقدر يجيب الرزق للعيلة، بما أنه أنتوا كانت يعني مجال مجالكم أو الطريقة اللي كنتوا تجيبوا منها المصاري هي كانت روضة الأطفال تبعكم، فأنتي يعني ما وقفتي عن عن المسابرة والعمل وحاولتي إنك تطوري من ذاتك مع إنه كان هذا الشيء أبدا ما له من مجالك يعني. والشيء الثاني يعني اللي أنتي هلا تفضلتي وحكيتي إنه بعد 2013 انت ما حبيتي تضلك قاعده بمكانك، وانما حاولتي تحسني من حالك وفتي وشفتي وتأقلمتي كمان مع مع الوضع، وشفتي انه مجالك اللي انت درستيه صعب كتير تفوتي فيه بالامارات، فرحتي غيرتي المجال للمجال اللي اكتشفتي انه انت اكتشفتي حالك فيه من اول وجديد مثل ما بيقولوا، وبعدين كمان مره تانية على تركيا، يعني كل هدول التنقلات. طيب نحن رح نجي لهذا السؤال بعدين نوصل على النمسا، ولكن بهذا الوقت نوارة انت كنتي رضيانة عن 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 نفسك بمجال انه انت كنتي عم تديري على عم تديري بالك على حالك انت، لانه كنتي طول الوقت انت عم تديري بالك على على الناس اللي حواليك. طب كانت نوارة نفسها عندها وقت لإلها؟ هلا نوارة بهذاك الوقت مثل ما قلت ما كان عندي الوقت، يعني ما كان عندي فرصة اني افكر، كنت لازم يعني مو لاقي حل، لازم فورا انه واحد يوقف على رجلي، وبس سبحان الله يعني كان عندي ايمان كتير كتير قوي انه كل شيء كان مسير بحياتي. يعني بس لح ارجع شوية صغيرة لورا، خطر على بالي لو كنت انا لسه ماني متخرجة وبابا كان توفى مو بال 2012 مثلا، كان توفى بال 2010 مثلا، انا هداك الوقت ما كان فيني اعمل الشيء للروضة، كانت مسحت الرخصة وسكرت، بس كان في حكمة إلهية انه انا اتخرج 2011 يتوفى هو 2012، فانا كان عندي ايمان كتير قوي انه رب العالمين ما بيضرنا، يعني بيحاول يسير لك حياتك وامورك بالطريقة اللي انت ممكن تجهل تفاصيلها، او ممكن احيانا يعني ما تعرف بلحظتها انه شو هي الحكمة، بس بعد ما توعى انت من الصدمة بتحس انه كل شيء ترتيب رب العالمين. يعني كان مثلا انا طول مراحلي الدراسية يمكن هالاربع سنين كيمياء، يمكن لو حبيت على رياض الاطفال انا كنت اتخليت عن الكيمياء، بس لانه كنت مصرة على هذا العناد انه انا بدي اكمل كيمياء وما التفت لرياض الاطفال، فكان صار عندي شهادتين لحد هلا مثلا، فعلى طول يعني رب العالمين بيحطك بمواقف هي اختبار لأنه، بس بنفس الوقت يعني ما كنت شوفها أنا بجانب سلبي، كنت شوفها على طول هي تجربة جديدة، هي مهارة جديدة عم بتعلمها، هي صبر أكيد رح رب العالمين يعني يجزيني عليه ويعوضني فيه، فكنت على طول شوف الأمور من باب إيجابي، يعني ما في حدا بيفقد غالي عليه وما بيحزن مستحيل يعني، بس بلحظتها لازم كنت فورا تتحرك، يعني ما في وقت للزعل، ما في وقت لانك تقعد وتفكر. تمام. وانت طيب بعد ما وصلتي لمرحله انه شفتوا انه الوضع صار صعب وانتقلتوا على تركيا، وزوجك طلع وحاول عن طريق عن طريق التهريب يوصل على على النمسا، انت كنتي لساعتك هون بتركيا، كنتي لحالك او كنتي مع انا بقيت هون؟ أنا بقيت هون بتركيا بمرسين لحالي، أهلي كل فترة والتانية كانوا يطلعوا يزوروني، طبعا أهلي ضلوا بحلب، بس بقيت أغلب الوقت لحالي، كانت أيام صعبة لأنه كانت هي أول غربة جديدة بالنسبة لي، لغة جديدة
اوكي تغربت انا مثلا طلعت على الخليج كنت عايشه بالكويت طلعت على الامارات بس ما كانت كثير غربه كثير قويه. الغربه الاقوى كانت هي بالنسبه لي تركيا يعني. ف غربه جديده لغه جديده بيت جديد كل شيء جديد بدك تبلش من نقطه الصفر بدك تحاول تملي وقتك بهالفتره المستقطعه هي من حياتك لحتى يصير لما شمل ما استسلمت حاول ضل دور على شغل وكملت في نفس مجال رياض الأطفال الحمد لله اشتغلت في روضة أطفال سورية وعملت دورة تدريبية بالحساب الذهني وسيمان قدرت أحصل على شهادة مدرب معتمد دوليا دربنا مدرب عن جد بالفعل يعني كان فنان ومبدع بكل معنى الكلمة يعني بحب وجه له تحية اسمه منهل عثمان حسسنا بهاي الفترة أنه صح نحن أشخاص عم نمشي من محطة لمحطة يعني الدنيا هيك عم تدور من بلد لبلد من محطة لمحطة بس كل محطة أنت عم تتعلم منها شيء جديد كل محطة أنت عم تتعرف فيها على ناس جديدة يعني على طول أنه لازم تكون نظرتنا حلوة لازم تكون نظرتنا إيجابية للموضوع. هلأ بعد سنة من الانتظار بتركيا تعثرت أمور لما شمل فطلعت رحلة تهريب مع أختي عنا مثلا أنا متقلطة أقول رحلة ما أقول عنا تهريب وبس لأنه عن جد هي كانت رحلة يعني رغم كل العذاب ورغم كل اللي شفناه على الطريق والمخاطر اللي مرينا فيها بس كمان كنت شوف الموضوع من زاوية تانية أنه أنا قدرت أقطع بلدان كثيرة صورا على الأقدام يعني هاي بحد ذاتها كانت بالنسبة لنا مغامرة ممكن أحكيها بالأيام لأولادي وأحفادي مثلا طيب. كون أنا البطلة بهاي القصة طيب هو كلمة رحلة مثل ما أنت تفضلتي وقلتي دائما بتكون بسياق إيجابي يعني وما بتجي بسياق سلبي وكلمة تهريب يعني كلمة ما لها حلوة يعني بصراحة فأنت جمعتي بين كلمتين يعني بطريقة يعني بطريقة هيك غريبة نوعا ما أنه رحلة بس تهريب قلت لك حابة أنظر للموضوع هيك من زاوية إيجابية كيف يعني كيف قدرتي تنظري لهذا الموضوع بطريقة إيجابية نوارة مع أنه أنت كنت بتعرفي أنه كنت عم تنتظري أنت طول الانتظار بتركيا كان كرمال أنه تطلعي عن طريق لم الشمل ممكن طيارة توصلي مباشرة ما يكون في أي صعوبات أو مشاكل وبعدين وقف كل شيء وما قدرتي تعملي هذا الشيء فقررت تطلعي عن طريق التهريب كيف قدرت تشوفي هذا الشيء بالرغم من كل شيء بطريقة إيجابية؟ هلأ ببساطة لأنه كل إنسان بهالدنيا هاي بدور على الاستقرار أنت مجرد ما أنت كنت بتركيا حتى لو أمورك المادية ميسرة حتى لو أنت مرتاح ببيتك حتى لو رفقاتك مثلا اللي تعرفت عليهم حواليك بس أنت بحاجة لهذا العنصر اللي أنت أصلا عم بدور عليه اللي هو الاستقرار أنا كنت بمرحلة الانتظار أنا كنت مرحلة مستقطعة بس مع هيك ما قعدت يعني حاولت أتعب على حالي بهالسنة هاي اللي قعدت فيها منا لملي وقتي ومنا لكون شخص إيجابي يعني عم بيعمل شيء مو بس لإله يعني للي حواليه عم إنه شخص يعني فيك تقول معطاء نوعا ما فهي الفترة أنا ما شفت إنه ضاعت هي من حياتي إنه أنا قاعد بستنى سنة على الفاضي بالعكس أنا شفتها هيك وقت مستقطع قدرت تعرفي على أشخاص كتير لطيفين لحد هلأ أنا وتواصل معهم قدرت أقدم شيء لأطفال كمان يعني ممكن هلأ يمكن صاروا صف خامس وسادس ممكن يتذكروني بيوم ما أنه هنن لما كانوا بتركيا كانت عنا مثلا معلمة كتير لطيفة اسمها نوارة يعني هاي البصمة اللي أنت بكل بلد بتروح له بكل شخص بتقابله بكل لقمة طيبة ممكن تضيفها لجارك بكل حركة صغيرة بكل كلمة لطيفة بكل تصبيحة حلوة هاي بصمة أنت عم تترك بصمة عند أشخاص رح يتذكروك يستفقدوك يوما ما أصلا هاي رسالتها بهالحياة هاي أنك تترك بصمة فلما قررت أني أطلع أنا هاي الرحلة التهريب فبس لأني حابة استقر يعني حابة التم أنا وزوجي حابة أسس عائلة حابة صح بلش من أول وجيت بالصفر من يعني من مرحلة الصفر بس خلص بدي بلش يعني بدي حط إجري على أول الطريق ما عاد بدي مثلا هي مرحلة الانتظار ما عاد بدي إياها صار بدي هيك إنه دور على الراحة اللي أنا كنت عم بحلم فيها فلهيك حطينا المخاطر كلياتها على طرف وطبعا كلياتنا بنعرفها شو هي إنه البحر اللي قطعناه والجبال والتهريب يعني صعوبات كلياتنا بنعرف فيها وكثير ناس مرت بهي الرحلة طيب بس الهدف
مثل ما قلت لك عامر، الهدف بالنهاية إنه أي شخص كان عم بيدور على الاستقرار. الناس اللي طلعت تهريب عم بتدور على الأمان، عم بتدور على لمشة من العيلة، عم بتدور على بيئة نظيفة لأولادها، عم بتدور على أنت الشيء اللي عم بتدور عليه، فرح تحط كتير صعوبات وراك وتحاول قدر الإمكان إنك بس تطلع على هدفك اللي أنت رايح له. طيب نوارة، نحن يعني أنا بشوف هذا الشيء تعريفك لرحلة تهريب تعريف كتير لطيف يعني وظريف، وبالنهاية في مثل ألماني بيقول alles liegt im Auge des Betrachters، يعني كل شخص بيشوف الشيء اللي هو حابب يشوفه. فيعني وهي النظرة الإيجابية اللي أنت هلأ وضحتي لنا إياها، يعني أنا بتشكرك بصراحة يعني وألهمتني لألي، يعني بتمنى تألهم الناس كمان، فبتشكرك يعني. وبعد ما نوارة فاتت بمرحلة بهي المرحلة تبع أنه تخلص من مرحلة عدم الاستقرار وتوصل للاستقرار وتجتمع بزوجها بعد سنة من الغياب ومن هالقصص هاي كلياتها، وصلت نوارة بعد عناء التهريب على النمسا واجتمعت بجوزها، ومن بعدها نقلوهم مع بعض على قرية 30 شخص. انت مسميها قرية 30 شخص بس انا كنت مسميتها ضيعة ضيعة. اوكي ضيعة ضيعة هي لانه عن جد يعني ضيعة ضيعة. اول شيء الطبيعة كانت يعني فوق ما تتخيل خلابة، مثل هدول اللي كنا نشوفهم هيك بالافلام ونفكرون هدول بس لوحات رسم، يعني سبحان الخالق على هالطبيعة. بس المشكلة انه كانت هي عبارة بما فيهم انا وزوجي، يعني هي القرية 28 شخص وانا وزوجي 30. القرية هي عبارة عن يعني يدوب 5-6 بيوت هيك حوالين بعض، والعائلات أصلاً بيعرفوا بعض لأنه هن يعني سكان هاي الضيعة أغلب شبابهم بيدرسوا بالمدن، فهن الكبار بالعمر هن اللي بقى يعني بهاي الضيعة. هلا أنا بهاي الفترة كنت يعني لما فرزونا لعند عيلة نمساوية، عشنا عندهم أنا وزوجي، كنا أخذين هيك يعني طابق من البيت من عندهم من الهاوس. بقينا فترة سنتين، أنا بالنسبة لي كانت يعني صعبة كتير لحد ما أخذنا إقاماتنا. بس الشيء البوزيتيف بالموضوع كانت إنه مثل ما قلت لك إنه أنا ما عشت بكامب. الناس اللي يعني ما عاشت تجربة اللجوء أو حتى يعني عايشة ببيوتها وإن شاء الله بتضلكم سالمين وآمنين وما بتضطروا لهيك شيء، يعني شيء اسمه كامب معناه إنه الحمامات أحيانا بتكون مشتركة، التواليتات بتكون أحيانا مشتركة، الأكل بيكون تقريبا مثل إنه إذا كنت أنت بالجيش بتروح لعند للمطبخ بتعبي أكل، ما بتيك تطبخ لحالك، يعني على هوا الكامب وعلى هوا ترتيبه ممكن تختلف الميزات يعني من كامب لكامب تاني، ولكن ما حدا بيحب هذا الشيء يعني. تفضل. لا لا لا، قد ما كان الكامب يعني 5 نجوم مثل ما بيقولوا، بس مستحيل تلاقي راحة فيه، يعني خصوصي انه انت عم تتشارك يعني ممكن يكون مترين بمترين، هاي هي غرفتك اللي انت مخصصة لك وكل شيء مشترك، ما فيك يعني ما يعني هذا الاستقرار اللي انت بعد كل هالتعب هذا وبعد كل المسافات اللي قطعتها وبعد كل المخاطر اللي عديت فيهم، مو هذا الشيء المنتظر اللي انت عم تستنى. فطبيعي انه ما حدا يحب فكره الكامب يعني. فالحمد لله رب العالمين انه رغم انه هدول السنتين كانوا كثير طوال، بس يعني مثل ما قلت لك هذا الشيء الايجابي اللي كان بالموضوع انه الحمد لله انفرزنا عند عيله نمساويه. العيله كانت جدا لطيفه معنا، صاحبة البيت هي كبيرة بالعمر بس لحد هلأ يعني نحن صرنا أصدقاء، منزور بعض حتى لما انتقلت على غير مدينة منضل من راس بعض، علاقتنا كتير حلوة الحمد لله. بس الصعوبة اللي واجهتني هنيك إنه إضافة لصعوبة اللغة هي التواصل، يعني طلع عامر ما بيكفي إنك تكون بتحكي إنجليزي مثلا أو بتحكي ألماني لتقدر تتواصل مع الناس التانيين، خاصة إذا كانوا أخذين عنك أصلا فكرة إنه غلط، يعني خايفين يختلطوا فينا. بالنهاية نحن بالنسبة لهم غريبين جايين من حرب، بنظرهم كمان ممكن نعاني من أمراض نفسية. أنا كانوا يسألوني أحيانا بتقدري تنامي بالليل بدون ما تشوفي كوابيس، يعني كانت في بعض الأسئلة بالنسبة لي كانت غريبة، بس ما هيك كنت أعذرهم لأنه هن
بنحن بالنسبة لهم بالإيهاية جايين من حرب، طالعين من حرب وجايين لعندهم. يعني ممكن كمان كتير ناس كانوا يضايقوني إن هنين يتجنبونا، يعني يكونوا مثلا أطفالهم عم يلعبوا بالحديقة عادي، نحن مثلا ننزل نتمشى ياخذوا أطفالهم يدخلون على البيت، يتجنبوا حتى أطفالهم إنه يشوفونا مشان ما يحتكوا معنا. كان هون الاكتئاب أول مرة يزورني عن جد. هون بقى نور بعد كل شيء عملته بحياتها، هون بتقول مكتوفة اليدين ما فيها تعمل شيء أبدا. طيب خلينا نوضح بس نقطة صغيرة. أنت كإنسانة طول حياتها كانت ما بتعرف القعدة، وإنما دائما كانت عم تشتغل، عم تدرس، عم تساعد عيلتها. وصلتي لهي المرحلة اللي أنت كنت عم تقوليها مرحلة اليأس، وقت شفتي إنه هدول الناس حتى ما لهم حابين يختلطوا فيكن. طيب من وين نبعت هاي الفكرة اللي إجت، خليني سميها بليلة ما فيها ضوء قمر، فكرة الفن الورق؟ هلأ هون بتبلش الحدوتة. لما ببلش موضوع الاكتئاب معي هي الفكرة وين؟ إنه مو أنت عم ترجع يعني عم ترجع من نقطة الصفر، ما عندي مشكلة أنا رجع بلش من الصفر 10 مرات، بس الفكرة إنه أصلاً المجتمع مو تقبلك، يعني تحس حالك إنه أنت شخص غير مرحب فيه. هي بحد ذاتها كانت بالنسبة لي أول مرة بحس فيها صراحة. فعادة يعني إنه هن شعب جديد، عادات جديدة، تقاليد جديدة، ديانات جديدة، كل شيء كان جديد بالنسبة لي. عادة هون يعني هدول كلياتهم بقدر بتأقلم معهم، بس فكرة شعور إنه أنت شخص غريب غير مرحب فيك، هاي كانت بالنسبة لي صعبة. كل شيء كنت عبتبني بحياتك فجأة بتحس حالك إنك رجعت من الصفر ومستقبل مجهول، يعني مو بس إنه أنت عبترجع برجوع، وكمان المستقبل قدام مبين شو هو. هذا الاكتئاب انعكس على صحتي. أول زيارة لإلي لعند الدكتور قال لي بالنسبة لإلك حصاتك كلها تمام، التعب اللي عم تحسي فيه هو هون، كان عم يأشر لي على عقله، قال لي الحل عندك مو عند حدا تاني، يعني مثل كأني عطاني السنارة وقال لي صيدي لحالك، أنا ما رح تعبك بشي، أنت طالعي حالك مش لي أنت شي هيك، يعني كانت صريح العبارة. بهالفترة بالصدفة بتعرف على فن الكويلينج تطبيق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، تستهويني كم صورة بشوفهم، فبحاول انه ليه انا من النوع اللي بحب فضولية شوي، يعني مثلا شوف شغلة كيف من وين شلون، حتى لو ما بدي اشتغلها بس عندي هذا الفضول اللي يدور على المعلومة، انه بحب اعرف منين اجت يعني. فضليت والله بحبش عليه ودور على تاريخه، ادواته، مين كان يشتغل فيه، شو هي التقنيات اللي بيشتغلوا فيها. هلا هو فن ايطالي فرنسي بيرجع للقرن 16، الراهبات الفرنسيات والايطاليات كانوا يزينوا فيه علب الشاي، مغلفات الكتب، اطارات اللوحات. هالفن كتير بسيط، بيعتمد على شرايح ورقيه وابره كتير صغيره لللف. هلا هاي الابره تشبه مبدا الابره والخيط، بيكون هيك إلى فتحة كتير صغيرة لحتى تثبت فيها الشريحة الورقية قبل ما تلفها. بقدر شكل بعدها أشكال ثلاثية وثنائية الأبعاد. هالفن كتير استهواني، يعني صرت كل يوم حاول أني أتفرج على صور جديدة، شوف هي الورقة كيف مثبتينا، شو الألوان اللي عم يحاولوا يستعملوها، فيعني استهواني. بعد ما دورت على الأدوات قدرت أحصل عليهم أونلاين، وهون شمرت عن إيدي وبلشت. كانت أول غاية بالنسبة لإلي، مو بس أني عبي وقتي أنه أنا كان عندي وقت كثير فاضي، كانت غايتي هي أني أتواصل مع الجيران، بدي أكسر هذا الحاجز اللي بيناتنا اللي ما عم لاقي طريقة أكسره فيه. بس كان بدي أغير نظرتهم هاي السلبية تجاهنا، أنه نحن صح غريبين بس نحن مو شريرين، يعني بس هاي النقطة اللي أنا كنت حابة أغيرها. بالبداية حاولت أعمل بطاقات معايدة لعيد الفصح وأعياد ميلاد هيك بعض الأطفال اللي كانوا بالضيعة. كانت النتائج بصراحة رهيبة، يعني ما توقعت هي ردة الفعل الحلوة منهم، يعني صاروا يتشكروني كتير، صاروا يشجعوني على الشيء اللي أنا بعمله، صاروا يحسسوني إنه أنت شيء اللي بتعمليه كتير حلو جديد علينا. على فكرة هدول الأهل الريف كتير بيكونوا طيبين من جوا، بيكونوا عايشين يعني مثل ما بيقولوا على الطبيعة،
بدون أي تمثيل، بدون أي يعني هي مظاهر الطرف، ما بيهمون الأشياء الغالية كتير، بيهمون إنه أنت تذكرتهم مثلاً بلقمة طيبة، بيهمون إنه أنت تذكرتهم ببطاقة معينة، بيهمون إنه أنت تذكرتهم. بس الحاجز اللي كان بيناتنا هي إنه نحن غريبين بس، وفكرة إنه أنت جاي من سوريا فأنت جاي من حرب، فهي الفكرة اللي كانت بالنسبة لهم مو قدرانية يتقبلوها. يعني نوارة، بس اللي حابب أنا أضيفه إنه أنتي بلشتي بهذا الشيء مو لأنه والله كنتي حابة تعملي من خلاله مشروع، أو لأنه أنتي كنتي شايفة إنه من خلال هذا الشيء لحتى تقدري تطلعي فلوس منيحة، وإنما كنتي حابة بس تكسري حاجز الصمت والحاجز وهذا الكم الكبير من الملل اللي كان عم يصيبك، حبيتي من خلال هذا الفن تكسري هدول الحواجز اللي كانت موجودة. هلا مثل ما قلت لك عمر، أنا هذا سببين بصراحة. أول شيء داعي الفضول إني أنا حابة أجرب هذا الفن كيف، وثاني شيء كان إني أكسر هذا الحاجز. ما كان ببالي موضوع البزنس أبدا، كان ببالي إنه هي عبارة عن طريقة لأقدر أتواصل فيها مع الطرف الثاني اللي أنا لا لغة تجمعني فيه ولا عادات تجمعني فيه ولا أفكار ولا شيء. يعني الشعب بالنسبة لي يعني أنا غريبة عنه، هم غريبين عني، ما هم بقدر بتواصل معه ولا طريقة. فألطف طريقة هي الإهداء، فكانت هي يعني الفكرة اللي أنا حاولت استغلها. يعني بصراحة في مقولة سمعتها مرة أنه لازم الواحد يعمل الشغلات اللي بيحبها كرمال يحب الشغلات اللي يعملها. ولكن أنت يعني على هوا أنت ما يعني أنت عملتي شيء أنت أساسا ما كنت بتعرفي إذا بتحبيه ولا لا، ولكن أنت عملتي بداعي الفضول أولا، وحاولتي من خلاله أنك تتواصلي مع الناس. أنت يعني أنت عملتي اللغة تبعك، يعني هي لغة نوارة اللي بتقدر اللي تتواصل فيها مع الناس. بالضبط، أنا كنت عم بحاول دور على لغة تواصل فيها معهم ولقيت هاي الأسلوب الوحيد. يعني هون بتعرف أنت بأوروبا بلد الفنون والموسيقى، أنا بالموسيقى فاشلة، فأنا موضوع الفنون يعني ها شوي قدرت أتمكن منه. فهذول اللغتين هون بالنسبة لإلون يعني مو هن لغة العصر، بس هن الربيانين انظهرون على هذا الشيء، بيقدروا شو يعني شيء تعملوا هاند ميد، بيقدروا الوقت اللي انت بتنزله كرمال هذا هاي القطعة، بيقدروا قطعة الكيكة اللي انت بتعملها بالبيت. يعني انه انت هذا الشيء اخذ من وقتك، من مجهودك، من محبتك، من لمساتك، كتير بيقدروا هذا الشيء. طيب نوارة، انت بعد ما وصلتي لهاي اللغة، لغة التواصل اللي انت يعني من خلال فضولك قدرتي تنميها عندك، طيب شو وين انتقلت نوارة من مرحلة بس أنا حابة أتواصل وأتواصل مع عالم وأكسر حاجز الصمت وبنفس الوقت أعبي وقتي، لنقطة أنه أوكي إذا هذا الشيء كتير عم يلاقي هذا الإقبال الحلو، فليش لحتى أنا ما أقدر أعمل من خلال هذا الشيء كمان فلوس؟ وين اختلفت النقطة؟ وين شافت نوارة أنه ممكن تعمل من عن طريق هذا الفن كمان مصاري؟ الفكرة شلون كبرت يوم عن يوم، هي انه بعد ما وزعت بطاقات المعايدة وبعد ما لقيت انه ولو كلمة شكر حلوة. يعني بيوم من الايام تسألني بيرجيت هي اللي كنا ساكنين عندها، انه في معرض بمدرسة الموسيقى شولة بمدرسة الموسيقى، واذا حابة تشاركي فيه لانه بصراحة هذا الفن جديد وشي اللي عم تعمليه كتير حلو. بس كان أحد شروط الاشتراك إنه كل مشارك يشارك بس بثلاث لوحات. فعند أول يوم افتتاح للمعرض بيجيني تليفون إنه اللوحات الثلاثة انباعوا من أول يوم. فياريت لو بتقدري تعملي وتقدمي شيء أكتر، مع إنه كانت أحد الشروط إنه مو غير مسموح حدا يقدم غير ثلاث لوحات. فهالشيء ما بتتخيل قد إيه أعطاني ثقة بنفسي وخلاني هيك يعني أدخل بهاي بعالم الأحلام. عرفت إنه أنا شيء مو بس قدرت أتواصل مع العالم اللي حوالي، إنه أنا عم بعمل شيء عن جد حلو وعن جد لها إقبال. فما كنت متخيلة هاي ردة الفعل. بعد فترة بنفس القرية اللي أنا ساكنة فيها صار فيها حفلة موسيقية ودعاني عازف نمساوي كمان لأني أعمل عنده معرض بالبيت. هو حابب يعمل حفلة موسيقية حيكون هو العازف، وبنفس الوقت أني شارك أنا بلوحاتي وضمن الحفلة.
الفكرة كانت بالنهاية هو مو بس إنه دعاية قد ما هو حابب يدعمني معنويا، عرفت إنه يحسسك بإنه أنت عم تعمل شيء عن جد حلو كمل. فهذا اللي كان محتاجته، هذا اللي أنا كان بدي أحس فيه أكثر من الجانب المادي. بعدها صرت شارك بهيك معارض صغيرة بأكثر من مدينة، مثلا يصير في إيفنت أو يصير في مثلا مثل حفلات صغيرة حاول شارك فيهم وطرح الشيء اللي أنا عم بعمله، والحمد لله بفضل رب العالمين يعني قدرت أنشر هذا الشيء نوعا ما. يعني أنت نوارة أول ما بلشتي أول شيء بأنك تبيعي أو بأنك تعرضي فنك على النمساويين قبل أساسا ما تبلشي أنك أو تفكري أنه أوكي أنا بعمل معناتها صفحة على الإنستغرام وبحاول شوف وين في عالم عرب وأرجيهم الفن تبعي كرمال أنه هن مثلا يشتروا من عندي لوحات أو يطلبوا مني أي طلبيات، وإنما أنت بلشتي بالعكس، بلشتي مع النمساويين لأنه بتخيل أنت لقيتي اللغة الصحيحة أنك تتحاوري معهم. وين بالنسبة لك أنت بلشتي تاخدي طلبات كمان من ناس عرب بيقولوا لك واو نوارة الشي اللي عم تعمليه بيطير العقل ممكن تعملي لي لوحة؟ ايه هلا الفكرة لما بعد هالحفلة التشجيع اللي صارت بنتقل على المدينة، بنتقل على فيينا، بلاي انه في اختلاف كتير رهيب بين الريف والمدينة بالنسبة لتقبل العمل اليدوية. انا هون ما قدرت اطرح شيء، يعني الاقبال اللي كان بالريف غير الاقبال اللي كان بالمدينة. صراحة هون الحياة كتير عملية، الناس على طول ملكية بدوامة، تنصرف من الدوام يا دوب تقدر تهتم بولادها، حياة عملية بحتة، ما عندهم وقت مثلا يحاولوا يفتشوا على مثلا فيك تقول هدية مثلا هاند ميد أو شيء. ما كتير أشخاص كتير عمليين، ما كتير يعني بيحبوا الفنون. فهون بس أنا ما قررت أني وقف، حاولت اهدي مثلا يصير عندي مناسبة ولادة بيبي حاول اعمل لوحة واهدية مثلا لصديقتي، حاول اعمل لوحة وشحنها مثلا لحدا بعرفه. يعني فيك تقول بالبداية كانت عبارة عن انا عم بتدرب فيهم كنت عم بتدرب يعني، وبنفس الوقت عم حاول اني اقدم هدايا بس مشان شو، مشان تصير دعاية بالنسبة لي وما وقف، لأنه أنا هون ما لقيت كتير أقبال من النمساويين بالنسبة للمدينة بعد ما انتقلت فيينا. ضلوا على تواصل معي على فكرة لجماعة البيعة اللي كانوا ساكنين عندهم، وكان يجيني أوردرات وأشحن لنص البيعة. بس بعد فترة حسيت أني لا، لازم أتعب على حالي بالموضوع أكثر ولازم أوصله للعرب كمان. أنا ما كان غايتي يعني ماني عنصرية، ما كان غايتي طبق محدد من الناس أني أنا أتوجه لهم. كنت حابة أنشر هذا الفن بشكل عام ليصل لكل العالم. فهون بلشت بموضوع مثل ما قلت لك عمر الهدايا، حاولت ركز على موضوع الإهداء، حاول أهدي العالم لحتى يعرفوا شو هو ويشوفوا الدقة، لأنه أحيانا الصورة ما بتحكي قد ما على الواقع. يعني كتير كتير ناس لما بتصلوا لنا اللوحة بيقولوا لي على الواقع أحلى بكتير من الصورة، فإنه لأنه الصورة ما كتير بتعبر قد الحقيقة. فلهيك حابة كنت أطرح الموضوع إنه يكون ملموس، فحاولت أنشره على شكل هدايا، وبعدين بلشت تجيني طلبات أعياد ميلاد، خطوبة، عرس، ذكرى لعيد زواج، مثلا طبية سورية حابة تهدي عائلة نمساوية، وصارت تجيني أوردرات من مختلف الجنسيات. هون تعرفت على ناس من صربيا، من هنغاريا، ألبانيا، صاروا حتى يتعاملوا معي، من تركيا، ناس نمساوية. يعني الحمد لله أنه قدرت أتعامل مع كل الجنسيات، فبفضل الله أن أوصل للكل. وفيك تقول حاليا أنا 80% من الناس اللي يعني العملاء اللي يتعاملوا معي هنا سوريين، وال 20% هي الباقي الجنسيات المختلفة. الشيء الحلو بصراحة اللي أنا بشوفه يعني أنه أنت ما قلتي أوكي النمساويين عم يدعموني وعم شوف منهم كتير من التشجيع فحضل معهم، أنا ححاول أنه تكون هي الفئة اللي أنا بدي استهدفها. ولكن أنت حاولتي كمان مع الوقت فهمتي أنه إذا أنت بدك تستمري وبدك تنتشري لازم تحاولي كمان
تستهد فيه الكل. فأنت قدرتي يعني حتى مو أنه أنت ما رحتي مثلا عند الناس اللي هن بيحكوا لغتك الأم، وإنما حتى ناس تانيين يعني بغض النظر عن جنسيتهم أو هويتهم، أنت حبيتي تنشري الشيء اللي عم تعملي أو الفن اللي عم تعملي. فيعني بصراحة الواحد فيه يتعلم منك. وأنا شفت أنه أنت عندك على الإنستغرام بروفيل تبعك بتحطي أحيانا فيديوهات أو بوستات كرمال الناس اللي حاب مثلا تفتح شيء، تتعلم كيف لازم تستثمر، شلون قديش شو المهارات اللي لازم تكون عندها، ومن هالشغلات هيك كلياتها. ف يعني نوارة، اذا انت بتحبي تلخصي هدول الشغلات، اذا اي شخص حابب يفتح مشروع بغض النظر شو هو هذا المشروع، شو هن اهم النصائح اللي انت بتنصحيهم يعني؟ هلا انك تاسس مشروع خاص لك، الموضوع مو صعب ومو مستحيل. هي اهم شيء، يعني اي شخص لازم يفكر فيها، ما يفكر بالصعوبات، يفكر انه انا بدي بلش. نظرتك للأمور كتير بتحاول تسهل الموضوع عليك أو تصعبه. فإنك تنمي مهارة أو هواية أو تتعلم حرفة جديدة، الموضوع مو صعب أبدا، بس هي كلمة هناك إنه الموضوع بيتعلق بكذا عامل لازم تاخد يعني بعين الاعتبار فيه. هلأ أهم شيء هو الوقت، يعني أغلبنا هون نحن بالغربة، يا أما طلاب، يا أما عم نتعلم لغة، يا أما أيدي عاملة موظفة، يا أما أمهات ملتيين مع أطفالهم. يعني على اختلاف التزاماتنا بهالدنيا هاي، لازم نخصص وقت لهي المهارة اللي نحن رح نتعلمها أو للهواية اللي حابين ننميها. يعني على الأقل كبداية أنا لازم أخصص ساعتين، مو ضروري يكون متواصلة، ممكن ساعة الصبح أو ساعة المساء، ما بتفرق. هلأ العمل الثاني هو المعلومات. حاليا من أسهل ما يكون إنك تفتح عن طريق الانترنت، عمو جوجل وخالته يوتيوب، وبيساعدوك وما بيقصروا معك شيء، وبيعينوك على اي معلومة انت بدك اياها. فالموضوع ما في صعب ابدا، بس مثل ما كتير ناس بتوقع بمصيدة الوقت، ممكن توقع بمصيدة المعلومات. هلأ كيف يعني؟ في ناس مثلا بتقول انا محتاجة كتير وقت لحتى ابدأ مشروعي، لسه عم فكر فيه، وحاليا للأسف ما عندي وقت مثلا، لأني ملتزمة بشغل معين، ملتزمة مع أطفالي، ما مو هلأ مثلا. كمان نفس الشيء ممكن هالناس تقول أنا محتاجة كتير وقت لحتى بحبش على المعلومة ودور عليها، يعني لحتى أقدر بلش بالشي اللي أنا ناوية فيه بلش. هلأ الموضوع أنك بس تفكر بالبداية، بس بدك معلومات كتير بسيطة وأساسية. أنا أول ما بشرت بهذا الفن ما بعرف شيء عن الكولينج غير بعض الأدوات اللي أنا شفتها عن طريق الإنترنت بمحض الصدفة، وبعد تعب كتير شديد. هي عبارة عن إبرة وستاند وورقة بس، حتى ما عندي فكرة شو هو نوع الصمغ اللي بيستعملوه، شو هي سماكة الورقة اللي لازم استعملها، شو هي الخلفية اللي بيثبتوا عليها الورقة، الإطارات اللي لازم أنا أحفظ فيهم الورق، لأنه في إطارات بتكون ثلاثية الأبعاد، بتكون البلور بعيد شوي عن الـ 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 الخلفية بحيث ما يضغط على الورقة وينزعها، فهذا كمان في نوع معين من الإطارات نحن نستعمله. فأنا ما عندي فكرة عنهم أصلاً، بس كل ما هنالك كان غايتي إني باشر، فأنا جبت ثلاث شغلات، إبرة وستاند ورقة بس. والتفاصيل الكبيرة يوم عن يوم أنت أصلاً رح تطورها ورح تلاقيها والمعلومة رح تصل عندك، بس المهم أنك تباشر. وكمان المهارة، عندك هذا العامل أنه أي شخص سواء موهوب ولا مو موهوب عنده مثلاً، في ناس كتير بتحب التصوير مثلاً، في ناس بتحب موضوع الكروشيه بس ما بتحاول تجرب. موضوع المحاولة عن جد هو أكبر برهان إنه أنا بقدر بنجح بهذا الشيء ولا لا. ما لازم تقول أنا بحب بس ما بعرف، هي الكلمة ما لازم تكون موجودة بالقاموس أصلاً، ما بعرف هي ما لازم تذكر، لأنه أنت بتكون أصلاً بتحبط حالك بحالك، يعني من دون ما تسمع أي كومنت من اللي حوالك. أي شخص عم يدور على مهارة بيقدر ينميها بس بشغلة صغيرة، هي التدريب، ما بده شيء لوسه. بتدرب أول مرة ما حتزبط، وثاني مرة حتفشل، وثالث مرة حتنتزع، ورابع مرة حكبها بالزبالة، وخامس مرة حتزبط أكيد. يعني ما في شيء مستحيل، كله بالتدريب بيصير. مثل تعلم اللغة، يوم عن يوم بتحس حالك مفرداتك صارت أكتر، يوم عن يوم بتحس إنه جملك صارت أزبط، بعدت شوية عن أخطاء لغوية. مثل تعليم أي مهارة، إنك سواء تتعلم لغة ولا تتعلم مهنة ولا تتعلم حرفة ولا تتعلم هواية، كلها تحتاج للتدريب اللي هو بيرتبط مع الوقت.
هلأ في كمان عامل كتير مهم بيلعب دور طبعا بعد فترة هو التسويق، وحاليا كمان صاير كتير سهل مو صعب أبدا. وسائل السوشيال ميديا ما عم تقصر أبدا وعم تلعب دور كتير كبير بموضوع التسويق. مبدئيا أنا لما تمدع على الانستغرام بالتسويق الشغلي، بس كمان في ناس كتير ما تبدع على برامج تانية. كمان مثل ما قلت لك عامل أي مشروع بده يشوف النور بده عطاء، هاي الفكرة اللي لسه ما وصلت لكتير ناس أو عم يفهموها غلط كتير. كتير غلط نرقد على جانب المادي ونقول أنا حابة أعمل بزنس من هوايتي ونقطة بس، وننسى الخطوات اللي أصلا لازم نمشي فيها خطوة بخطوة لحتى يكبر هذا المشروع عن جد ويصير له اسم. هلأ العطاء اللي أنا بقصد فيه هو فكرة الإهداء. لازم 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 الشخص اللي حابب يبلش مشروعه ينشر شغله بدون أي عامل مادي، بدون ما يطلع بالبداية، حتى لو بدي أحط من جيبي بالبداية، بس أنا عم بعمل دعاية لحالي ما حدا رح يعمل لي إياها إذا أنا ما بذلت يعني. فالإهداء هو رح يعمل لي دعاية، والدعاية هو اللي رح يكبر لي اسمي، واسمي لما بيكبر رح يصير عندي متابعين ورح يزيد عندي العملاء، والعملاء هن حينمولي بالأخير الجانب المادي. بس هاي الخطوات لازم تكون واحدة واحدة، ما في نوع واحد ينتقل مباشرة من هواية لجانب مادي، مستحيل. لازم بهاي انه يمشيها خطوة خطوة. فهاي يعني اهم نقطة بصراحة انا كتير بنسأل عنها، انه كيف بدي احول هوايتي لمشروع؟ طيب معلش اشرح لك كيف. فحتى لو ناس شافوها هو طريق طويل، بس بيستاهل بصراحة، بيستاهل انك تتعبي على اسمك لحتى تكبري، بيستاهل لانك تعملي براند بخصك، بيستاهل لأنك تتركي وسمة حلوة بكل بيت مثلا ممكن يقتني قطعة من شغلك. تماما. يعني أنا بصراحة بعد هذا الشيء كله اللي قلتي يعني، وأنتي كنتي كريمة كتير بالأفكار وبالأشياء اللي حكيتيها، ما فيني أقول إلا ومنكم نستفيد. يعني شكرا كتير لك. يعني بتمنى أنه أي شخص كمان عم يسمع الحلقة وحابب يعمل مشروع أو عم يفكر بالمشروع يكون أخذ جرعة أمل وجرعة موتيفاسيون، يعني جرعة من التحفيز الكبير كرمال انه يعمل هذا الشيء اللي حابب يعمله. لانه مثل ما تفضلتي اكيد بتمنى مثل ما تفضلتي وقلتي، يعني النقطة الاهم انه الواحد يعمل هذا الشيء وما يفكر كتير. طيب ما بتتخيلي قديشني مبسوط وسعيد اني تعرفت على شخصية مكافحة مثلك. يعني لأنه اللي بيسمع الحلقة رح يتأكد 100% أنه أنت إنسانة ما وقفتي أبداً وضليتي تسابري وتحاولي وتكافحي لحتى توصل للشي اللي أنت بدك إياه. وبحب بلش معك بالسؤال الأول، نورا، كيف توصفي حالك بخمس صفات؟ خمس صفات يعني قصدك؟ تماماً، خمس صفات. خمس صفات بدك هون بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا ميكس؟ انت كيف انت بتحبي توصفي حالك؟ يعني انا هلا اذا بسالك انا كيف بحب اوصف حالي؟ طيب خمس صفات ممكن طبعاً تشرحيهم، ما في داعي تقولي كلمه واحده، يعني ممكن تشرحيهم كمان بتحبي. لا ما رح اشرح لك، رح اختصر لك اياهم باختصار. يعني انا شخص صبور كثير، يعني يمكن الصبر بمل من صبري. في منهم بيقولوا عني إنه أنا عنيدة، بس أنا بلاقي هذا صبر معنات ما بعرف ليه. أنا شخص هوائي مزاجي، بس نفس الوقت يعني فنان، ما بشوف الأمور من كتير زوايا تانية غير الناس اللي بشوفها. بحاول أجرب كتير شغلات جديدة من الفنون بتستهويني. أنا مو بس بشتغل كولينج، أنا برسم على الزجاج، بعمل برسم على الخشب شوي مائي، يعني بحاول قدر الإمكان إني جرب ما أوقف عند حد معين. فيك تقولي كمان نوارة ما هو شخص مثالي أبدا، يعني ممكن يكون ببعض الأيام فوضوي كتير، بس فورا نوارة بترجع ترتب حالة لحالة. يعني ممكن اليوم تكون كتير فوضوية وأفكارها كتير ملخبطة، بس تاني يوم تكون بحالة تانية. نوارة شخص كتير عاطفي وحنون كتير. هذا الشيء كمان بيلعب دور كتير كبير بالشخصية تبعيته، لأنه بيصير كتير حساس تجاه أي موقف من مواقف حياته، رغم أنه هو صبور وكل هالمطبات اللي عدى فيها، بس نوارة شخص كتير حساس.
وضلت صفة خامسة خلاص حطنا إياها أنت عامر من عندك. ما فيني أقول إلا مسابرة 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 لأبعد حد. شكرا كثير لك عامر. الله يسلمك. ولو يعني هذا الشيء انت اللي صنعتيه لحالك، وانا مالي عم بمدحك ولا لي انا عم مثل ما بيقولوا عم مسح جوخ، وانما عم بحكي الواقع يعني اللي بيشهد له كل شخص بيعرفك. طيب نوارة، شو بتحبي تقولي لنوارة اللي عمرها 10 سنين؟ تخيلي معي هلا انت نوارة قاعدة جنبك بس بعمر 10 سنين، بتحبي تنصحيها شيء؟ بتحبي تقولي لها تمدحيها؟ تحبي تعطيها اي يعني انه شيء كرمال تعرف تعيش حياتها اللي جاي عليها بطريقة احسن؟ اذا كانت نوارة قدامي وعمرها 10 سنين رح قلها بس كلمة واحدة، انت قد وقدود، بس هيك رح قلها، رح قلها انت قد وقدود بكل شيء، لانه كل المراحل اللي رح تعدي فيها نوارة واللي عدي فيها نوارة ثقلتها، يعني ما نزعتها. مثل ما كل إنسان بيعدي، ما في حياة مثالية، ما في أشخاص مثاليين، ممكن ما يكون في أصدقاء كمان كثير مثاليين، بس أكيد حتلاقي اللي منيح وحتلاقي لا. يعني كل مرحلة من مراحل حياتك، كل سنة، كل دولة أنا رحت عليها، كل جامعة أنا كنت فيها واجتمعت مع أشخاص جداد، أكيد فيهم هيك وفيهم هيك، بس أنا كنت أتعلم اللي أنا بدي إياه وحاول حط بصمي يلي أنا بدي إياها لحتى العالم تذكرني بكم الأيام. أنا هاي كانت غايتي الوحيدة ولحد هلأ، إني أترك بصمة عند أي حدا أنا بقابله، عند أي حدا أنا بزوره، عند أي مجتمع أنا واختلط فيه. موضوع الاندماج هون، أنت تعرف عامر يعني بحكم كمان أنت حضرتك في ألمانيا، تعرف موضوع الاندماج قد إيه صعب، بس ما هيك أكيد في طريقة وفي وسيلة لتثبت وجودك في النهاية. فهاي هي غايتنا الأولى والأخيرة، وأنا بقول لنوارة اللي عمرها 10 سنين ديري بالك حالك وأنت قد وقدود. يعني هذا الكلام اللي انت عم تقوليه وكيف انت عم تحكي معها لنوارة الصغيرة اللي انت قد وقدود، بيعبر مو عن شوفة حال، وانه بيعبر عن ثقة بالنفس، وهي الثقة بالنفس اللي كتير في ناس بتحتاجها. كتير في ناس تسمعنا بتخاف من الشغلات اللي ممكن لساعتها مجهولة بالنسبة لها، ولهيك بتوقف وما بتعملها، ولكن جرعة صغيرة من ثقة بالنفس ممكن تغير كل المعايير. طيب نوارة، نجي للسؤال الأخير واللي بيقول اللي لي أحلى عبارة أنت سمعتيها قريتيها أو أنت نفسك ألفتيها؟ أحلى عبارة اترك بصمته، يعني لازم الإنسان يترك بصمته بهذه الدنيا، هي رسالتنا بهي الحياة بالأخير، إنه أنا شو الفائدة إنه رجعي على هالدنيا وأطلع من الدنيا وما حدا يذكرني بالخير. فأنا غايتي كل ما هنالك إنه من وجودي هون إنه أنا أترك أثر حلو بس. فهي كمان كتير مهمة، لما الإنسان حيفكر بهالطريقة هاي عن جد حيتجنب كتير أخطاء هو بيقع فيها بحياته اليومية. كلمة مثلا ممكن تزعج صديق، عتب ممكن يزعج أهل، شغلات ما في داعي أصلا يعني تشوه حياتنا أو تخربطها أو تلبكها، ونحن بالأخير ما حنستفيد منها شيء يعني. فلما بتحط في بالك إنه أنا غايتي من هالدنيا كلها إنه أترك أثر حلو، فحتكون جدا ضيف خفيف لطيف، الناس حتحبك، حتدخل عقلوب كتير ناس من دون ما تواجه أي صعوبات، ورب العالمين بالمقابل حيسر لك أمور حياتك، لأنه أنت بالنهاية ما أذيت حدا، ما ضايقت حدا، ما جرحت حدا. فبتنام وبالك مرتاح، وبنفس الوقت الأشخاص اللي بيعرفوك مرتاحين معك، فهي لحالة كافية أنا بعيد. ومن كنا نستفيد. أهلا وسهلا عامر. وأنا بالنسبة لي من عندي بحب دائما انهي الحلقة من بكلام الضيف تبعي، فاللي بدي منك يا انك تتخيلي معي انه انا حاعطيكي هاتف وفيه سيم كات، وهي السيمة بتخليكي تبعتي رسالة SMS لكل الكرة الارضية، جملة واحدة، شو بتحبي تكتبي لكل الناس على الكرة الارضية؟ كل الناس على الكرة الارضية؟ كلهم بدون استثناء؟ بدون أي استثناء، شو بتحبي تكتبي لهم بقلب هاي الرسالة؟ بحب أقول لهم إنه كونوا قوايا، لأنه الدنيا بصعبة كتير بكل المراحل، وخصوصي هلأ نحن بفترة أزمات الشيء اللي عدى علينا، يعني ما عدى يمكن على آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا،
الشيء اللي عم نتعرض له نحن بهالوقت هذا كتير صعب، فلهيك ما فيني غير أقول لهم أنه كونوا قوايا وكونوا بخير والله يحميكم جميعا يا رب. بتشكرك من كل قلبي نوارة، وشكرا كتير على الوقت اللي أخذتيه كرمال تعطينا هاي المقابلة. يعني بصراحة بعرف أنا قديشك أنتي مضغوطة وعندك شغلك ودراستك والشغلات هيك كلياتها، ومع هيك أعطتيني الوقت وشرفتيني بأنك تعمل المقابلة معي، فأنا بتشكرك من كل قلبي وبتمنى لك التوفيق بكل مراحل حياتك وبكل الأشياء اللي أنت حابة تعمليها، وبتمنى لك السرور والسعادة الزوجية والحياتية. شكرا شكرا كثير. شكرا كثير لك عامر، بالعكس من دواعي سروري والشرف إلي كمان. شكرا لاستماعكم وبتمنى لكم يوم سعيد. عجبتك الحلقة وانت حابب تدعم القناة؟ إذا انت بتسمع القناة على أبل بودكاست أو آيتونز فيك تترك لنا تعليق وتعمل تقييم كمان للقناة، وهذا الشيء بيساعدنا كتير كرمال إنه دائما تكون هاي القناة ظاهرة لكل الناس وتنسمع من كتير عالم. أنا رح كون شاكر لك طول العمر إذا بتاخد دقيقة من وقتك وبتعطينا تقييم للحلقة. بتشكرك كتير من قلبي. هلا بقلكون سلام. Das war schon wieder mit Deutsch Arabisch. Bis bald. كان معكم عامر في عربي ألماني. استنونا بالحلقات الجاية.